مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم على قناة صدى مصر، نقدم لكم حكايات المحارب مع المحارب حمدي محمد مهدي الذي حارب في حرب أكتوبر وأسر وعانى في الأسر ورجع مرة أخرى إلى أرض الوطن يحمل حكاية وحكايات معكم سنسردها، ونرجو أن نمتعكم بها في شهر رمضان المبارك. عرفني بنفسك بقى بطلنا، حضرتك الرتبة ايه والاسم ايه والسلاح ايه في الحرب، واحكي لي بقى. يعني محمد محمد مهدي، عيد خريج كلية الزراعة سنة 62. وفي هذه الأثناء كنا في وسط النكسة. نكسة 67 طبعا، وكان لابد من إزالة أثار الألوان، فكان وفي أسرع وقت هيجي أسلحة متطورة كانت تحتاج عقليات أو ثقافات معينة من الناس يعني. فطور التعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات الله يرحمه، بتجنيد كل حملة المولات العليا والمولات المتوسطة. يعني كان الجيش كله تقريبا ما فيش مهمات يعني خالص. ايوه صح. فجمعنا خمسة في الجيش في هذا الفترة سنة 99، كنت انا الخامس يعني ما شاء الله. وكان معانا اخويا الاصغر ضابط خريج كلية الحربية خريج سنة 68، بس استشهد يوم 22/10/73 الله يرحمه. والاخ صلاح معانا دي كان خريج زراعة برضه لتجميد يناير 68 واتحركت في الجيش الثالث ما شاء الله. واخويا جمال معاه كان مؤهل تجاري، واخويا بقى معاه هندسي، وجمعنا خمسه في الحرب في 73. ولذلك اذكر الوالد والوالده وزوجه ابي يعني بكل خير، يعني الناس الجميله دي يعني الله يرحمهم، ما فكرنا فيهم انما هم طبعا بيكونوا مشغولين اكتر يعني. يعني اب له خمس اولاد، انا اصبت ورحت اسرائيل، فبقول لوالدي بقول له جماعه زعلانين منك، قال لي جماعه مين؟ بقول له اليهود، قال لي على ابوهم ليه مزعله؟ بقول لك يا محمد زمان دي خمسه في الجيش. بسم الله ما شاء الله، خمس اخوات كانوا في الجيش مره واحده؟ مش خمسه في الجيش، خمسه في الحرب. احنا خمسه في الحرب كمان ما شاء الله. احنا اللي دخل الجيش 10، احنا كنا 22 اكتر اخ واخت يعني. بالرغم ان والد كان له اخ واحد وشقيقتين، الا انه انجب 22 ابن وابنه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بس من زواجات كثيره يعني. فاهمه زواجات يعني. بس الجميل فيها الله يرحمه يعني ان احنا كلنا كنا مترابطين جدا جدا. طبعا كويس اكيد ما شاء الله. يعني حضرتك واخواتك كنتوا في سلاح واحد ولا في اسلحه مختلفه؟ لا لا، انا كنت مرعاه، واخويا عزت الله يرحمه النقيب كان ضابط الجيش ده، كان مشاه ميكانيكي تبع اللي هو الفرقه الرابعه المضلعه. الفرقه الرابعه المضلعه دي مؤكد تسمع عنها يعني، فرقه مش موجوده في الشرق الاوسط يعني، فرقه عظيمه جدا. كان قائلة اللواء عبد المنعم ناصر ما شاء الله. كان انا لما اتحركت سنة 99 اتحركت اول رمضان سنة 73، كان يوم 27/6/73. لما رحت كيلو 109 كان اخويا معسكر جنبي، كانت التالت بقى التدان البشاير يعني. اللواء بتاعنا كان دبابات حديثة T-62 ما يتحركش من القاهرة إلا إذا كان في حرب. يعني كان الموجود من اللواء ده لواءين فقط في الجيش المصري، دبابات الحديثة دي يعني. اتحركنا يوم 27/9 أول يوم رمضان، ومناسبة بقى كنت معزوم على ذخر بط ما كتوش كده، فصلنا فول وطعمية ما شاء الله. نافول وطعمية في السويس وقتها، اكيد كنت معزوم عند طعم تبقى على على ذكر البط. ما كنت في اخبار عن في حبوب يعني. المهم
أنا آسف أسمعك لك. لا 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 براحتك براحتك خالص. موضوع الترويح كجنب الواحد رجليه وقلعت بيها. ربنا يعينك يا رب ربنا يعينك. أنا عارفة من مدام إني حضرتك لسه عامل عملية قريب. وآخر عملية كانت في 2003. لا إنما المشكلة بقى إن الواحد يسترسل ويروح يعمل عمليات صعبة قوي يعني. لأن أنا كان في بقى حوالي 200 شكل. 200 شكل اللي هو زي الرملة كده يعني. ألف سلامة ألف سلامة عليك. ده ما يتشال يجيب شلل في دراعنا. فالحمد لله متكيف معاهم يعني. الحمد لله الحمد لله. عزة ده اللي هو الأصغر مني ده كان أصغر مني بسنة وكان ضابط الجيش. ده كتب كتابه 30/8/3 قبل الحرب ب 36 يوم. قبل ربنا 22/10/73. لا إله إلا الله. هو كان أكثر حظ كان أكثرنا حظا يعني. إنه ربنا أكرمه وقبله يعني. كلكم أبطال طبعا كلكم أبطال يعني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الأبطال هم الأب الأمهات والوالد يعني. يعني أنا فاكر في لاعب كرة اسمه إبراهيم حسن ابنه تعب راح خد فرنسا عشان عنده انفلونزا. تصوري بقى أب له خمسة في جهنم. الحرب شيء بشع يعني. اكيد يعني طبعا يعني. انا لما جه اللي هو يتحرك قالوا لي ممكن تقعد يا حمدي في المؤخره. قلت له لا انا اول واحد يسافر. لو قدر ان انا اعيش هشوف حرب. عمري ما دخلت ما شفتها الا في سينما. لا ما تعيشيها بقى وضع اخر. اه طبعا. الى هنا تنتهي الحلقة الأولى من حكايات المحارب مع المحارب حمدي محمد المهدي على قناة صدى مصر مع منى منصور السيد.